بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي قصة أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه مع أبي علي الجبائي وإلزام وقصة إلزامه وبهت الجبائي وتحيره أمام سؤال الإمام الأشعري رضي الله عنه. نعم، هكذا بهت الجبائي وترك الأشعري مذهبه واشتغل هو من الإمام الأشعري ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة. نعم، ثم وإثبات ما ورد به السنة ما ورد به السنة هنا هكذا عبر فيما مضى يعني ورد به ظاهر السنة يعني، وهذا التعبير يدل على أن عقائد أهل السنة هي ظواهر السنة، ليس هذا مؤول بل الظاهر هذا هو. نعم، ثم وجرى عليه جماعة الصحابة ومضى عليه الجماعة يعني جماعة الصحابة، فسموا أهل السنة والجماعة. أهل ما معنى أهل؟ أهل الأمر واليه، هكذا أهل المذهب من يتدين به، هكذا معنى يعني. فإذن أهل السنة والجماعة معناه أهل عقائد السنة والجماعة وجماعة الصحابة. نعم، فإذن من يتدين بعقائد السنة بعقائد ما ورد به السنة وجرى عليه الجماعة. نعم، إذن أهل السنة أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة صحابته. نعم، ثم فسموا أهل السنة والجماعة. فإذا هذه التسمية أليست كانت سابقة عليه؟ نعم، يعني ورد في بعض العبارات هذه التسمية يا استعمال هذا الاسم قبل هذه الحادثة أيضا. فإذا معنى سموا أهل السنة والجماعة معناه اشتهروا بأهل السنة والجماعة. نعم، وهذا يدل على أن الإمام الأشعري ومن تبعه سموا بأهل السنة والجماعة. فماذا شأن الماتريدية؟ نعم، هم أيضا يسمون بهذا الاسم. فسموا ذكر عصام الدين فسموا أي أولا، فلا يرد تسمية الماتريدية أيضا بهذا الاسم. أولا سمي الأشعري ومن تبعه، ثم سمي به الإمام أبو منصور الماتريدي ومن تبعه أيضا، لأنه بعد تسميتهم. نعم، أو لمير سمو لمن اشتغل بحفل ظاهر السنة وما مضى عليه الجماعة، ليس خصوص الإمام أشعري ومن تبعه أو تأويل آخر. فإذا لمير يرجع لمن اشتغل بحفل ظاهر السنة وما مضى عليه الجماعة. نعم، فإذا الإمام أشعري والإمام الماتريدي واتباعهم جميعا من أهل السنة والجماعة. نعم، ثم يذكر احتمال ثالث، ولكان تجعل الماتريدية داخلة في من تبعه، لأنه أول من سعى في بطال مذهب المعتزلة وهي ما وردت به السنة. نعم، الماتريدية داخلة في من تبع الإمام الأشعري، مع أن الإمام الماتريدي يخالفه في بعض المسائل يعني القليلة جدا. نعم، وهذا يوجد في أصحاب الأئمة المجتهدين، مع أن أصحاب المجتهدين يعني المجتهدون في المذهب يخالف المجتهد المطلق في بعض المسائل، ومع ذلك هو يعتبر من المقلدين، كذلك هو أيضا ممن تبعه. نعم، وهكذا عندما يقال أهل السنة والجماعة وهذا شامل للأشاعرة والماتريدية، كذلك عندما يطلق اسم الأشاعرية وهو شامل للماتريدية، متى لو أطلق اسم الأشعرية في مقابلة فرقة من الفرق الضالة من المعتزلة أو القدرية
أبي الجهمية وهكذا. لو كان اطلاق في مقابلتهم فالأشعرية شاملة للماتريدية. لماذا؟ لأنه من أتباعه كما ذكر في هذا الاحتمال الثالث. ثم عندما يبين يعني عندما يذكر اسم الأشعرية في مقابلة اسم الماتريدية فهم من تبع الإمام أبا الحسن الأشعري فقط. مثلا هذا في مسألة الكلام بينهم يعني فرق، وكذلك في مسألة التكوين اختلاف، وكذلك في مسألة الإيمان بإن شاء الله اختلاف بين الأشاعرة والماتريدة. في عندما يذكر الأشعرية أو الماتريدية في مثل هذه المسائل التي اختلفوا فيها بينهما، هذا الأشاعرة يعني من تبع الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله فقط. ثم فسموا أهل السنة المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام، وأكثر الأقطار هم الأشاعرة وهؤلاء هم المشهور. يعني تقريبا نصف المسلمين أشاعرة ونصف المسلمين يعني 50% و50% تقريبا، هكذا النسبة. ثم هذا باعتبار البلاد ديار خراسان العراق الشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة. الأشاعرة من أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن بلال أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من خالف أبو أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة أي طريق الصحابة. ثم وفي ديار ما وراء النهر يعني المشهور من أهل السنة في ديار ما وراء النهر. ما وراء النهر، النهر يعني نهر أمودارية، سابقا كان يسمى بنهر جيحون. يعني هذا عندما كثرت الفتن في بلاد العراق والكوفة هذا الحنفية يعني هم علماء أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هم تخلصوا يعني من هذه الفتن وذهبوا إلى وراء بلاد وراء هذا النهر. نعم هناك مدن كثيرة، نعم خراسان كذا كذا في ديار ما وراء النهر الماتريدية. صحاب أبي منصير الماتريدي رحمه الله تلميذ أبي نصر العيالي تلميذ أبو بكر الجرجاني صاحب أبي سليمان الجرجاني تلميذ محمد بن الحسن الشيباني من صحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم الماتريدي قرية من قرى سمرقند، حاليا هو من أوزبكستان الروسية. ثم وهذا أبو موسى الأشعري أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه ينتمي نسبه إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، نسبه هو أنصاري، أبو منصور الماتريدي أنصاري وهو من نسل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي في بيته بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته في المدينة. نعم ثم وبين هاتين الفرقتين يعني اختلاف في بعض المسائل، مثلا كمسألة التكوين، مسألة الاستثناء في الإيمان، كذلك مسألة إيمان المقلد هل يصيح أو لا يصيح، هكذا يعني 10 مسائل تقريبا. والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة، هذا هو المهم. أما سائر الفرق كلهم يعني يضللون ويبدعون ويشركون ويكفرون أهل السنة أيا كانوا، يعني هم يشركون يجعلون أهل السنة مشركين أو كافرين أو يعني مبتدعين أو ضالين هكذا.
كذلك أهل السنة بسبب ضلالة هؤلاء أهل البدعة يضللونهم. أما مع هذه الفرقة القليلة بين الأشاعرة والماتريدية لم ينسب المحققون من الفريقين أحد الآخر أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة. نعم لذلك هم يعني على سواء الطريق إن شاء الله. وهذا أهل السنة هي الفرقة الناجية، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذا أهل السنة والجماعة. وهذا الاسم حاليا يستعمله بعض المبتدئة أيضا، هذا من سوء الحظ. نعم مثلا يقال عن ابن تيمية إنه مؤسس أهل السنة، يعني هذه أي أهل السنة؟ هي أهل السنة السلفية، هو مؤسس أهل السنة السلفية. فإذا هم يقولون هكذا، لكن في هذا الاسم جمع بين الضدين. السلفية ليسوا يعني على السنة والجماعة، ليسوا على عقيدة ما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة، ليسوا عليه. ثم كيف يقولون هذا أهل السنة السلفية؟ نعم. فإذا الصحيح يعني هو مؤسس يعني الفرقة السلفية، هذا هو الفرقة السلفية يعني الضالة. ثم وكذلك كثير من الفرق أو كل يدعيهم يعني الفرقة الناجية الفرقة الناجية، لكن هذا دعواهم كم مثل دعوى المشركين من القريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. مشركون من القريش كانوا يدعون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على دين صحيح، دين آبائهم دين صحيح. كذلك يعني دعوى هؤلاء يرجعون بعاقبته. ثم في زماننا هذه الأشاعرة والماتريدية أو هذه الفرقة التي سميت بأهل السنة والجماعة اشتهرت في بلاد العرب بالصوفية. لماذا؟ في بلاد العرب انتشرت الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب. إذا هم ينكرون التصوف من الدين، كما أن يعني أبو العلاء مودودي وكذلك بعض من الفرق الضالة ينكرون التصوف من الدين. أهل السنة والجماعة هم الذين يثبتون التصوف من الدين، وهذا كما ورد في حديث جبريل عليه السلام المشهور. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإحسان، وهذا الإحسان هو التصوف، هذا من الدين، يدل عليه كثير من الآيات والأحاديث. نعم إذن هؤلاء ينكروا بسبب أن أهل السنة في زماننا يثبتون هذا التصوف. كان يعني قدماء أهل السنة وكذلك الصحابة والتابعون والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا متصوفين صوفيين. يعني كانوا أصحاب كثرة العبادة، هذا الذي أرادوا بالتصوف، كانوا أصحاب كثرة العبادة بخلاف هذه الفرقة الضالة. ثم بعده ماذا حدث؟ ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخال فيها الإسلاميون. يعني أولا كانت الفلسفة يعني من إغريق يونان، لذلك كانت كتبهم بلغة يونان. ثم في عصر بعض الملوك العباسية ماذا صنعت؟ دار الترجمة. ثم أمر الخليفة، عين الخليفة بعض المترجمين في هذه الدار وأمرهم بالترجمة جميع الكتب الموجودة في اللغات المختلفة في العالم. فإذا من بين هذه الترجمة ترجمت الفلسفة إلى العربية وخال فيها الإسلاميون، يعني الفلسفة الإسلامية. نعم
الفلاسفة الإسلاميون يعني، وهؤلاء ينسبون إلى الإسلام، لكن أكثرهم أو كلهم جلهم أو كلهم خرجوا عن ربقة الإسلام. نعم، حاولوا الرد على الفلاسفة دي. عندئذ من حاولوا يعني علماء أهل السنة حاولوا الرد على الفلاسفة بما خالفوا فيه الشريعة. في أي شيء هذا الرد؟ الرد فيما خالفوا فيه الشريعة. نعم، الإمام الغزالي رحمه الله ذكر في كتابه المنقذ من الضلالة يعني ما عند الفلاسفة ثلاثة أقسام، يعني قسم واحد يعني كفر، مثلا هذا إنكار البعث، وكذلك يعني دعوى قدم العالم وأمثالها كفر، ثم نوع هو بدعة، ثم نوع ثالث ليس كفر ولا بدعة بل لا حاجة إليه عندنا، بل هذا يعني أصحاب الفلاسفة نقلوها من الكتب يعني من التوراة والإنجيل، وكذلك من أحبار اليهود والنصارى من كتبهم هكذا نقلوا وكتبوا وذكروا بها هكذا يعني قسم ثالث. نعم، فإذا من هذا القسم لو كان كفر ولا أو بدعة كان علماء أهل السنة يردون عليه على الفلاسفة. ثم وخلطوا بالكلام كثيرا يعني علماؤنا خلطوا بالكلام يعني بعلم الكلام كثيرا من الفلسفة. لماذا؟ ليحققوا مقاصدها. أولا هكذا يحققوا مقاصد الفلاسفة، هكذا للإمام الغزالي كتاب مستقل اسمه مقاصد الفلسفة، أولا كتب هذا يعني قرر في هذا الكتاب مسائل الفلسفة لم يرد عليها. بعد ذلك الإمام الغزالي رحمه الله كتب كتاب يعني تهافت الفلسفة ورد في هذا الكتاب تهافت الفلسفة رد فيه على الفلاسفة. هكذا تقرير تحقيق المسائل أولا ثم الرد عليه، هذا هو يعني الطريق الصحيح في الرد. لأجل ذلك يعني علماء الكلام يذكرون كثيرا من مسائل الفلسفة في علم في كتب علم الكلام ثم يرد عليه هكذا، فيتمكنوا من إبطالها يعني لو حققوا مقاصد الفلسفة يتمكنون من إبطالها. وهلم جرا هكذا يدخلون استمر هكذا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات. هلم جرى معناه يعني هلم هو اسم فعل بمعنى تعالى، جرى هو مصدر جرى يجر جرا، إذن هكذا يقدر الكلام تعالى تجر جرا يعني هذه الحالة قد استمرت، هذا مراد هذه العبارة. إلى أين استمرت هذه الحالة يعني خلطت الفلسفة شيئا 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 حتى إلى أن أدرجوا فيه في علم الكلام. ماذا أدرجوا في علم الكلام؟ معظم الطبيعيات والإلهيات، وخالوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات، يعني هكذا بسبب الخلط والإدراج والإدخال لا يتميز كتب علم الكلام عن كتب علم الفلسفة إلا بالسمعيات. لولا السمعيات مثلا هذا النبوات، وكذلك يعني حياة البرزخ يعني عذاب القبر، نعيم القبر، كذلك سؤال المحشر، ذكر الجنة والنار، هكذا هذه سمعيات. لو لم تذكر هذه المسائل في علم الكلام لا يتميز أصلا. نعم، فإذا هذه الطبيعيات والإلهيات والرياضيات، هذا يعني الفلسفة هي الحكمة
الفلسفة تسمى بعلم الحكمة. ماذا تعريفها؟ عرفوها بأنه علم يبحث فيه عن أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. هذا يدرس في المدارس أو من المقررات لتعليم الحكمة، كتاب الحكمة للميبدي، هذا الذي يدرس في بلادنا، وكذلك بعض الكتب قبله وبعده هكذا. فإذا هذا التعريف مذكور في ذلك الكتاب، كتاب الحكمة للميبدي. ثم وهذا أنا أقرأ من حاشية مصلح الدين الكستلي. علم يبحث فيه أن أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، ماذا هي أحوال الموجودات ثم في نفس الأمر ما هي. فإذا كيف يعلم حاله في نفس الأمر؟ هذا الإنسان هل يستطيع أن يعلمه بنفس الأمر؟ لا، لذلك قال بقدر الطاقة البشرية. ثم ولها أقسام ثلاثة، الموجودات وأعيان الموجودات في العالم ثلاثة أقسام. لأن الموجود إن كان مستغنيا عن المادة في الوجود الخارجي والذهني، الوجود وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. فإذا هذا الموجود لو كان مستغنيا عن المادة، هذا الموجودات قسمان، تقسيم آخر، ماديات مجردات، ماديات ما يشكل بمادة وصورة، أما مجردات مثل العقول العشرة يقول بها الفلاسفة، كذلك الأرواح، أرواح الحيوانات كذلك هم يقولون بالأرواح للأفلاك السبع، للسماوات السبع، وهكذا عندهم نفوس، وكلها مجردات ليست بماديات. فإذا هذه لو كان هذا الشيء الموجود غنيا عن المادة في الوجود الخارجي والذهني، لا حاجة إلى المادة للوجود الخارجي ولا للذهني، فالعلم الباحث عن أحواله يسمى الإلهي، هذا هو الإلهيات. هم يقولون هكذا الإله عندهم، الإله هذا اسم إله، هو مستدان من من الشرع، هم أخذوه، فإلههم لا يقولون بالإله. ثم هم يصورون الإله هكذا بدون مادة، ثم في الوجود الخارجي والذهني. ثم والفلسفة، إذا ليس هذا البحث عن الإله فقط، بل عن موجودات مستغنية عن المادة في الوجود الخارجي والذهني. ثم يسمى الفلسفة الأولى أيضا، ثم وإلا لو لم يكن مستغنيا عن المادة في الوجودين، فإن احتاج إليها في الوجودين، يحتاج إلى المادة في الوجودين، في الوجود الخارجي في الوجود الذهني جميعا، فعلمه يسمى الطبيعية. فعلم هذا النوع من الموجودات مما الطبيعية، هذا هو الطبيعيات. وإن احتاج إلى في الوجود الخارجي فقد دون الذهني، فهو العلم المسمى بالرياضي، هذا هو الرياضيات. فإذا هذه الصور، مثلا هذا كرة أو دائرة أو خط وأمثال هذه، هي مثال موجود لا يحتاج في الوجود الذهني إلى مادة. أما هذا كرة، وجود الكرة في الخارج أو وجود الدائرة في الخارج أو الخط في الخارج أو المثلث في الخارج، كلها يحتاج إلى مادة. ثم وخالوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات، وهذا هو كلام المتأخرين. فإذا علم الكلام عند المتأخرين هكذا مخلوط بالفلسفة، الرد على الفلسفة كثيرا، الرد على فن الحكمة، مع أن هذا الفلسفة قديمة،
قديمة متقدمة عن آراء هذه الفرق الضالة يعني البدعة، يعني الفلسفة آراؤها كانت موجودة عند اليونان، هذا قبل قرون، هذا رأي أرسطاطاليس. وكذلك هناك يعني كثير من رجال الفلسفة، نعم أرسطو، نعم مع ذلك هذا جاء عند كلام المتأخرين. لماذا؟ هذا السبب نقله إلى العربية، ثم خوض الإسلاميين في الفلسفة، هذا هو السبب. عندئذ نحتاج إلى تقرير وتحقيق مسائل الفلسفة والرد عليها. ثم وبالجملة هو أشرف العلوم، يعني هو بالجملة يعني هذا بين فيما مضى وأشار إلى فضل هذا العلم وإلى فائدته، وكذلك يعني سبب الباعث، وهكذا ذكر كثيرا. فإذا من هذه الأمور كلها يعلم أن هذا العلم أشرف العلوم، هذا شرف العلم يرجع إلى ثلاثة أمور، نعم شرف الموضوع، شرف الغاية، وكذلك شرف الحجة، وهكذا يرجع إلى ثلاثة أمور شرف علم. فإذا هذه الثلاثة موجودة لما؟ لعلم الكلام، هذا الذي يبين الشارح الطفتازاني رحمه الله. بالجملة هو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية. لماذا كان يعني أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية؟ لنفاذ حكمه فيها، هكذا ذكر الكستلي، يعني لنفاذ حكم علم الكلام فيها، يعني في الأحكام الشرعية والعلوم الدينية. ثم هذا سبب. ثم وكون معلوماته العقائد الإسلامية، لأجل ذلك أيضا صار أشرف العلوم، إذن معلوماته العقائد الإسلامية، هذا باعتبار الموضوع، هذا شرفه باعتبار الموضوع. ثم وغايته الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية، غاية هذا العلوم لكونه أساس، وكذلك وكون معلوماته وكون غايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية. لماذا؟ فإن الاعتقادات الحق مثمرة للسعادة بالذات وبما يقتضيه من عمل الصالحات، هكذا ذكر الكستلي. ثم وبراهينه الحجج القطعية، يعني كون براهينه الحجج القطعية، هذا باعتبار الحجة المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. من هذه العلوم، من هذه الجهات صار أشرف العلوم. نعم ذكر الإمام الطفتازاني رحمه الله جهات أربعة لشرفه. أولا قال هذا له تأثير، صار أساسا ورئيسا للعلوم الدينية والشرعية، وهذا باعتبار التأثير، ثم باعتبار الموضوع، ثم باعتبار العاقبة، وكذلك باعتبار الحجة. ثم ولو كان هكذا من أشرف العلوم، هناك بعض الطعن من جانب بعض السلف، وكذلك المنع عن الاشتغال به، وماذا حاله؟ هذا الذي يقول وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه، فيه يعني في علم الكلام، والمنع عنه عن علم الكلام، يعني الاشتغال به، عن قراءة كتبه، وعن الجلوس في درسه، هكذا. فإنما هو للمتعصب بالدين، لو كان متعصبا في الدين لا يجوز له، هو ممنوع من الاشتغال بها، والقاصر عن تحصيل اليقين، وكذلك هذا الرجل الثاني هو قاصر عن تحصيل اليقين، يعني ليس له ذكاء قوي،
وكذلك القاصد إفساد عقائد المسلمين، هذا هو الرجل الثالث. ولماذا يدرس علم الكلام؟ لإفساد عقائد المسلمين. ثم رابعا والخائل فيما لا يفتقر إليه من غوامل المتفلسفين، هكذا المنع يتوجه إلى هؤلاء الأربعة. وإلا فكيف يتصور المنع أما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات؟ هذا بينا كستلي. جعل المنع عن الاشتغال بعلم الكلام مقصورا على أربع طوائف. الأولى من هو متعصب يقصد به ترويج مذهبه، يعني لا يريد الحق بل يتعصب ويريد ترويج مذهبه وتزيينه، فيحرم لذلك تحقيق الحق في مطالبه، فيحرم لذلك. نعم، يحرم له، فيحرم هذا الرجل، يحرم يمنع لذلك لأجل تعصبه. ماذا يحرم؟ تحقيق الحق في مطالبه. نعم. والثانية يعني فرقة ثانية، من لم يرزق فطنة تفي بتحصيل اليقين فنظره في مبادئه، يعني مبادئ الفلسفة، مبادئ علم الكلام، يفضي إلى التشكيك في قواعد الدين، ينشأ له شبهة وشك وتردد هكذا، فعليه أن يتسم بسمة العاجز ويتدين بدين العجائز. هذا إشارة إلى حديث، عليكم بدين العجائز، هكذا حديث، عليكم بدين العجائز. كيف يكون دين العجائز؟ هن يعني لا يحققون المسائل، لا يحققنا ولا يرغبنا في تحقيق المسائل، بل يكون عندهن عبادات وطاعات يتعبدن بها ويعملن بها، هذا هو دينهن، لا يغوصون في كثير من المسائل. هناك قصة يعني عن عجوزة قيل لها أن درس للإمام الرازي رحمه الله تعالى، على ما يقال، على ما يحكى، وكان موضوع درسه في ذلك اليوم إزالة 100 شبهة في الاعتقاديات، هذا كان موضوع درسه. إذن قيل لعجوزة هكذا للإمام الرازي رحمه الله، درسنا اليوم ويحقق يعني 100 مسألة، يزيل يعني 100 شبهة في مسألة العقائد، هكذا قيل لها. إذن هي قالت هذا الشبهة والشك والتردد كلها عند الإمام الرازي رحمه الله تعالى، وليس عندي شيء منها، لذلك لا أرغب في الحضور في ذلك الدرس. هي هكذا أجابت. نعم. فإذن هذا ما على قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بدين العجائز. فإذا من لم يرزق فتنة يتمسك بدين العجائز. وثالثة من هو معوج في الدين مخطئ طريق اليقين فغرله من الاشتغال بمقاصده، مقاصد علم الكلام، التمكن من إبطاله ورده. نعم. ثم إبطاله ورده يعني إبطال، يحاول أن يبطل مسائل الدين هكذا، والتعنم في الدين، هذا الذي يريد. ثم والرابعة من يتوغل في الخوض في الحكمة فيقع في ظلمات الفلسفة، فربما يعجب بفكره ورأيه والحق من ورائهنا. فإذا هكذا يعني هذا في الفرقة الرابعة تورط كثير، مثلا هذا فارابي، كذلك ابن سينا، ابن سينا وكذلك فارابي، كلاهما توغل في الخوض في الحكمة وارتد عن الإسلام، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المنقذ من الضلال. نعم. ثم بعد ذلك هنا اختتم الشارح مقدمته، ثم بعد ذلك يشرع في المقصود من شرح كتاب العقائد النسفية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.